إلى البخاري: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ ختام الباب قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يعقوب بن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه، ثم قال ليراجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. وهنا في هذا الباب يعني أراد أن يبين أن النبي غضب لذلك، لأنه قال فتغيظ عليه. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين بحكم بين اثنين يعني وهو غضبان. رضي الله عنك أحمد، نسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية ويلهمني وإياك الصدق، فإن التلاعب مهلكة وإن الزيغ مهنوط بالعملة، فإن كانت العملة زائفة كان زيغ القلوب أعظم، وإن كانت العملة صادقة كان تثبيت الإيمان في القلب من الرب أرقى وأعمق. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب كان النبي متغيظا على ابن عمر لأنه خالف شرع الله جل وعلا أو خالف ما قرر الكتاب بأنه طلق امرأته حائضا، وقد نهى الشرع عن تطليقها حائضا، فأمر أن يطلقها للعدة والعدة تكون في طهر لم يجامعها فيه. نعم، فالتطليق أن يطلقها حائضا فهذا مخالف لما أصله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، لذلك قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. وهنا كما قلت الشاهد منها على ما جاء به البخاري كأنه قال، لأنه بدأ الترجمة هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ثم صدر الباب بقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، وهنا تغيظ فيه رسول الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال بعض العلماء يقولون بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي في غضبه لا يحيد، سبحان الله، هذا رسول الله سيد الناس، ولا وأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو غضب يعدل خلاف من تغيب إرادته عند غضبه. ويقال في هذا الباب يعني إما أن نقول وهو صح أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن نقول أن التغيظ ليس غضبا، أن التغيظ ليس غضبا، والموعظة قد يكون فيها الغضب لكنه ليس قضاء بين المسلمين، لكن لو ليس قضاء غضب بالمسلم. وهذه أيضا كانت فتوى، يعني لم يكن قضاء بين اثنين ولكن كانت فتوى، فيكون الحديث الأول على ما هو عليه لا يقضين حكم بين اثنين وهو غاضب، لأن الغضب كما قلنا يأتي على الإرادة فيزعزعها فيزلزلها. نعم، وأقول إخوتي الكرام، وأما قصة ابن عمر لما تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حسبها عليه تطليقة وأمره أدبا أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إن أراد أن يطلقها طلقها، وإن أراد أن يجمعها جامعها وأمسك عليها. رضي الله عنك، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح أعمال أحمد أبو القيم، ويجعلنا وإياك مخلصين صالحين صادقين، اللهم أمين. فطلاق الحيض يقع على قول جمهور أهل العلم لأنه قال حسبها عليها تطليقة، وهو أيضا أفتى بوقوع الطلاق، لكنه يأسم بذلك لأنه قد خالف التأصيل العام بأنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها في طهر جامع فيه قد أثم، وإن طلقها في حيض فقد أثم وأضر بها وأطال عليه عدتها، لكن الطلاق يقع على الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة، طيب الفوائد المستنبطة: الغضب يذهب بالعقل فطلاق الغضبان لا يقع، وقضاء القاضي الغضبان لا يقع. الغضب في الموعظة لا يذهب بالعقل بل يؤكد على الوعظ، الغضب عند مخالفة الشرع في الفتوى لا يضر، الغضب عند مخالفة الشرع في الفتوى لا يضر.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم.